بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة اللي بيروج ليها ابناء النادي المنافس. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على اول فقرة معانا، وكذبة جديدة واشاعة جديدة بيروج ليها ابناء النادي المنافس، وهي ان الاهلي اصدر قرارا بمنع وشطب محمد فضل من دخول النادي الاهلي وشطبه من سجلات الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. عايز اقول لك ان دي واحده من ضمن النكات او النكت اللي بيقدمها ابناء المخططين. محمد فضل اللي تسبب في ايقاف كهربا في مباراه السوبر المصري، الحركه الشهيره او المباراه اللي كان فيها الحركه الشهيره بتاعت شيكابالا، الحركة الخارجة، الأهلي لم يقرر إيقاف محمد فضل اللي تسبب في إيقاف كهربا 10 مباريات بدون أي إسناد أو إثبات أو دليل. فضل اللي تدخل في أيضا عمل زوبعة حوالين احتفال النادي الأهلي، وتسبب أيضا في إيقاف كهربا بسبب مشاغبات أو مشادات ما بينه وما بين كهربا في احتفالية الأهلي ببطولة الدوري. فضل اللي انتقد الأهلي كتير، وانتقد إدارة الأهلي، وانتقد كل قرارات إدارة الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب، كل الأحداث دي كلها، والأهلي ما عملش حاجة مع محمد فضل ولم يؤثر على قراراته في اتخاذ أي قرار ضد فضل، سواء كان بالشطب أو بالمنع من دخول النادي. لكن بمجرد ان فضل انتقد الاهلي وقال ان الاهلي بيكسب بالحكام، فعشان كده الاهلي هيطلع قرار عشان يمنعه من دخول النادي. هذا الكلام كذبا وزورا وبهتانا. لا الاهلي قرر، ولا الخطيب خد قرار، ولا الاهلي اصلا يعني ان فضل يتكلم الاهلي بيكسب بالحكام او ما بيكسبش بالحكام. طب ما عندنا مصطفى يونس، احنا هنروح بعيد ليه؟ هو في اكتر من اللي عمله مصطفى يونس يا كذابين يا افاقين. ده مصطفى يونس وصل الى انه بيتهم الخطيب انه حرامي، بيتهم ان حسن حمد ان هم مصلحجية. هل شفت الخطيب بالرغم ان هناك مناشدات اكتر من مرة للكابتن محمود الخطيب من اعضاء من الجمعية العمومية لطرح بند شطب مصطفى يونس وعضوية مصطفى يونس من الجمعية العمومية للنادي الاهلي، ولكن الخطيب رفض. الخطيب اللي رفض شطب مصطفى يونس هيشطب محمد فضل لمجرد انه طلع قال الاهلي كسب بالحكام؟ يا راجل خليك حتى يعني صادق في كلامك، خليك راجل، مش هقول لك اكتر من كده. عايز اقول لك لو جبت صورتين، صورة زيزو واحتفالية زيزو الشهيرة بالفوز على إسترن كامباني، متزيل ترتيب الجدول في الدوري المصري الممتاز، وصورة محمد مجدي أفشة الاحتفال الشهير بالقضية ممكن في نهائي القرن، نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة التاسعة. جمهور نادي الزمالك بيحتفل وبيقول لك فرق كبير انك تحتفل حاطط الصورتين جنب بعض. يعني للأسف الشديد احنا وصلنا لمرحلة من الضحك المميت. جايب صورتين، صورة زيزو وهو بيحتفل بهدف فوزه على متزيل جدول الترتيب، وصورة أفشة وهو بيحتفل على نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكاتبين عليها إن فرق كبير بين إنك تحتفل مع نفسك وبين إنك تحتفل مع جمهورك. لا والله، يعني أنت عايز تجيب مباراة نهائي أفريقيا بدون جمهور وتسويها بمباراة دوري مع متزيل جدول الدوري، وكان حظك ان في 1000 مشجع، واحد بيحتفل بحصوله ببطولة أفريقيا وواحد بيحتفل بفوز على متزيل الدوري في مباراة لا راحت ولا جات اكتر من 3 نقاط. المشكلة ان الجمهور ده بيجي بعد كده يقول لك هو ليه احنا ما بناخدش بطولة؟ ليه انت ما بتاخدش بطولة؟ حط الصورة دي قدامك وانت هتعرف ليه ما بتاخدش بطولة. ان الاهلي ما بيحتفلش الا بعد ما بيكسب البطولة. لعبة الاهلي ما بتقلعش التيشيرت وتقطع التيشيرت وتجري على الجمهور الا لما بيكون في ايديها بطولة.
مش في ايديها انتصار وهمي بثلاث نقاط على متزايل جدول الترتيب. ده الفرق اللي بيني وبينك، ده اللي بيخليني اوصل ل 42 بطولة دوري وانت لسه 13 بطولة دوري، ده اللي بيخليني اوصل الى اني بكسب 10 بطولات افريقيا وانت لسه بقالك 22 سنة بقالك واقف عند الرقم 5 ومش عارف تتجاوز الرقم 5. عايز اقول لحضرتك وافتكرها وحطها عندك سكرين، خد الجملة اللي انا هقولها دلوقتي وخدها عندك سكرين، ان احتفالية زيزو والصورة الشهيرة بتاعت زيزو وهو عامل ايده كده قدام الجمهور وقالع كده مع الجمهور، دي الصورة اللي هتكون سبب في فوز النادي الاهلي ببطولة الموسم الحالي والدوري الحالي. افتكر افتكر ان قلت لك ان الاهلي هيكسب الدوري ده بسبب الصورة اللي عملها زيزو مع جمهور نادي الزمالك، لانها هيكون ليها عامل السلب على ادارة الزمالك وعلى لعيب الزمالك وعامل ايجابي وعامل حافز بالنسبة لي لعبي النادي الاهلي. في احد اللي يعني بيقولوا على نفسهم خبير لوائح وخبير قوانين وخبير مش عارف ايه، بعيدا عن هل هو خبير ولا مش خبير، الاستاذ طلال عبد اللطيف، جمهور النادي المنافس كعادتهم بيحاولوا ان هم يثبتوا ان هم موقفهم سليم و بأي طريقة أو بأي شكل بقى، بتزوير بتدليس بتزييف بسرقة صفحات وتنزيل عليها بوستات، المهم ان هم اي حاجة تثبت ان هم صح. صفحة طلال عبد اللطيف اللي بيقول على نفسه خبير في اللوائح والقوانين بتاعت الفيفا اتسرقت، كتبوا عليها بوست قال لك عاجل الاتحاد الدولي يغرب الاهلي 2 مليون دولار وخصم 6 نقاط في قضية كهربا لصالح نادي الزمالك. بجد بجد يا جماعه انتوا مصدقين نفسكم؟ قال لك اه. طبعا الاستاذ طلال عبد اللطيف اكد ان الصفحه بتاعته اتسرقت، لكن السؤال هل انت بالكذبه والفيلم الهندي اللي انت عملته ده كمشجع وعملت شير، على فكره الناس عماله تشير الخبر كانه قران منزل، يا جماعة وارد جدا حتى لو الصفحة ما كانتش اتسرقت، وارد جدا الراجل ده بيقول اي كلام في اي كلام، انا بقول لك مثلا يعني، لكن الراجل اعترف ان الصفحة يا جماعة اتسرقت وانا اي حاجة بتنزل عليها دلوقتي انا مش مسؤول عن اللي بينزل ده. فانت حرامي ومجنون واهبل وزنباوي وبتاع بليلة، حرامي واهبل ومجنون وابطل وزنباوي وبتاع بليلة، لانك رحت سرقت صفحة حتى لو ما كنتش سرقتها، فكل الكلام دوت ملوش اي لازمة، ملوش اي 30 لازمة، خصم 6 نقاط ايه وغرامة على الاهلي ايه؟ اذا كان الفيفا في المرتين بتوع العقوبات قالك الاهلي ملوش علاقة نهائيا بعقوبة كهربا، المتضامن مع كهربا هو نادي ديسبورتيفو وليس النادي الاهلي. طيب عايز اقولك ان في ماتش هيجمع ولاد عم، ما هو ولاد العم انواع، في ولاد العم ابيض واصفر وفي ولاد العم اصفر واخضر وفي ولاد العم بيبقوا حسب المنطقه الجغرافيه. خلال الفتره القادمه في مباراه بين ولاد العم، مباراه او ولاد الخال، مباراه ستشهد تفويتا، مباراه ستشهد تفويتا، خلي بالك في نادي بينافس على الهبوط، في نادي بينافس على الهبوط الايام اللي جايه، في اتفاق ما بينه وما بين كل ولاد العم، يا جماعه انا بغرق انا بغرق، انا ياما فوتت لكم قبل كده، ياما فوتت لكم قبل كده، سواء كان في صداره الدوري او في ولاد العم اللي كنت بنقذهم من الهبوط، فيا اهل المحبه دون حبه، والدنيا رايحة وجاية، انا بجاملك النهاردة انت بتجاملني بكرة، النهاردة فرحك بكرة فرحي كده، الدنيا رايحة وجاية، بقدم لك السبت انت بتقدم لي الحد، جمعية ودايرة. فزي ما وقفت معاك يا ابيض قبل كده في الصدارة فانت لازم تقف معايا في الهبوط، نفس الكلام لولاد الخال اللي في المنطقة الجغرافية. فالنهاردة في كلام عن ان احد الفرق عنده مشكلة بالنسبة لي لاعبيه، وان اللعيبة بتتهرب وان اللعيبة بتتمرد وان وان وان، هذه مقدمة لثلاث نقاط
لأحد الفرق اللي بتعاني من الهبوط خلال الفترة القادمة، بس جايبينها بطريقة يعني فاهم انت، طريقة شيك. احنا بتوع الشيك. في حالة من الجنون والشياط لدى البعض، النادي الأهلي هو النادي الوحيد المتضرر من فكرة ان اتحاد الكورة يخلي نتائج الدور الاول هي اللي تحسم الفرق اللي هتشارك في بطولة افريقيا. نادي الاهلي عنده مشكلة، نادي الاهلي عنده مشكلة انه لو موصلش للنقطة 38 من خلال 3 ماتشات لازم يكسب فيهم 5 نقاط، اذا ما كسبش 5 نقاط الاهلي سينتقل الى الكونفدرالية الافريقية. نادي الاهلي عنده مشكلة كبيرة جدا، واللي حط النادي الاهلي فيها هي رابطة الاندية واتحاد الكورة. ومع هذا تجد ان المشجع المنافس يتحدث ان اتحاد الكورة ورابطة الاندية بيحاولوا يلاقوا حل لمشكلة مؤجلات الاهلي، وانهم بيحاولوا يساعدوا النادي الاهلي عشان المؤجلات بتاعته وعشان الاهلي يشارك في افريقيا بدل ما يتم استبعاده. يعني القرار اللي صدر ضد مصلحة الاهلي اصلا، والواقع والعائل يقول ان الاهلي هو المتضرر، لكن جمهور النادي المنافس شايف غير كده، شايف ان القرار ده اتعمل مخصوص واتفصل مخصوص عشان النادي الاهلي يشارك في افريقيا. بقى يلا يا مجنون يهطل يا بتاع البليلة، انا كنادي اهلي اللي بكسب بطولة افريقيا سنتين ورا بعض، اخر 5 سنين بوصل 4 مرات للنهائي، مش بقالي 20 سنة بطلع حصالة او بطلع 5 و6 في الدوري او باخد على دماغي من كل فرق افريقيا ومفيش ضربات جزاء ولا في اي حاجة خالص، انا محتاج المساعدة. امال انت محتاج ايه؟ محتاج نقل بليلة؟ انت محتاج نقل دم، انت محتاج يكون عندك دم ويكون عندك كرامة. يا عديم الكرامة، يا حصالة، يا حصالة. بقى الاهلي هيتعمل له قرار مخصوص عشان يعرف يشارك في افريقيا السنة الجاية؟ الاهلي اللي بيكسب افريقيا وعنده فرصة كبيرة يوصل النهائي السنة دي ويكسب السنة دي كمان ويشارك في افريقيا كده كده ويحط رجل على رجل وهو بيشارك في افريقيا، وانت يا حصالة، يا حصالة، يا امعة، يا اللي بتشارك كل سنة وتطلع حصالة، انت اللي بتتريق؟ عجبت لك يا زمن. عايز اقول لك ان بعض اللجان وبعض الاعلاميين المطبلطية بيصفوا الاهلي بالفاشل. تخيل نادي ضيع 7 نقاط من اصل 9 نقاط في بطولة اسمها بطولة الدوري المصري الممتاز لسه ممتدة ولسه ما جابتش نصها، بيصفوا الاهلي بالفشل في بطولة الدوري، في حين ان نادي تاني في اخر 21 سنة معرفش يكسب بطولة قارية، في اخر 20 سنة مكسبش غير 2 دوري من اخر 20 سنة ويكسبهم، انتوا عارفين كسبهم ازاي. وبالرغم من ده هذا النادي في مخيلة المرضى المطبلاتية الرخاص هو افضل نادي في الكون. ادارة مستقرة، جمهور عظيم، لعب وفن ومدرسة وكلية كمان، لا ده بيأدوا اداء عالمي. لكن الاهلي اللي بيصل لنهائي افريقيا باذن الله ونصف نهائي افريقيا المرة 18 في تاريخه وبيشرف مصر في كاس العالم للاندية، اللي هو اصلا المنافسين ما يعرفوش يعني ايه كاس عالم للانديه غير لما هو بيروح يشجعوا الفرق اللي بتلعب قصاد النادي الاهلي عشان الاهلي ما يكسبش، لا ده الاهلي فاشل وهم اللي ناجحين. عايز اقول لك ان في واحد اسمه احمد عيد. احمد عيد يعني كل شغلته في الحياه هو محاوله التقليل من النادي الاهلي، كل شغلته في الحياه انه يحاول يتكلم بشكل مش كويس عن النادي الاهلي. اخ احمد عيد اللي كان أمنية حياته في يوم من الأيام أنه ينضم للنادي الأهلي، والحمد لله فضلك أنت يا رب ما انضمش، ما مش أي حد يخش النادي الأهلي برضو يعني يا أحمد، الحمد لله. أحمد عيد
بيقول لك اخشى على الاهلي من وفاق سطيف. لا يا احمد، الاهلي مش حصاله افريقيا يا احمد، الاهلي ما بيكسبش بالحكام يا احمد، الاهلي بيكسب بعرق جبينه يا احمد، فما تخافش يا احمد على الاهلي من وفاق سطيف. عارف تخاف على الاهلي امتى يا ابو حميد؟ لما الاهلي يكون في الدوري ما بيكسبش غير بالحكام، لما الاهلي يبقى في الدوري حماده وبيروح في افريقيا يقلب بنت بنوت. الاهلي في الدوري يبقى حماده الذكر اللي بيكسب اي حد بالحكام، ويجي يروح افريقيا يقلب حصاله، الكل ياخده رايح جاي، الكل ياخده رايح جاي. انما الاهلي يا احمد، الاهلي بيكسب في الدوري وبينيم افريقيا من المغرب، لان الاهلي هو بطل افريقيا وملكها المتوج، غصب عنك وغصب عن اي حد فاكر نفسه انه اكبر من النادي الاهلي. قال لك انا مش هشجع الاهلي قدام وفاق سطيف. والله انا اطالب جميع مشجعي النادي المنافس ان هم حزوا العبقري احمد عيد، خليكم مش ورا احمد عيد، احنا مش محتاجين حد يشجعنا، لان ببساطه تشجيعكم لينا نذير شؤم، انتوا نحس علينا وعلى اي نادي بتشجعوه. اتمنى من المشجعين بتوع النادي المنافس والاخ احمد عيد ان هم يشجعوا وفاق سطيف، اتمنى من الله. بتفائل جدا لما الاقيكم لابسين تيشيرتات الانديه المنافسه لينا. يلا سلام.